سلام يا حبيبتي منه. السلام عليكم، عندكم تما لا طابلاتور؟ تما نبداو. قسمتها الى مجموعة من الى مجموعة من مجموعة ديال قسمتها الى مجموعة ديال لي بارتي. عندنا تما حسنة ويا ليلى. كيفاش كتبدا بالغنى؟ واحد كنبداو، واحد الفوق، زيرو لتحت، واحد لتحت، وسطية. نتعلم نغني مع الناس سهلة، ماشي شي طرح لي صعيب، أو ماشي شي أغنية لي صعيبة. خلاص راه غيبرولها، اللي مازال مبتدئ يطول في داك الجوج. اذا بحال نغني معاه اللي معلم غيبرولها. هذه الجزء الاول، حسنا ويا ليلى كيف كتشوفوا. لا دوزيام بارتي اللي كتعاود جوج مرات، عندنا تما جوج نقيطات اللي كاينه على اليمين وعلى اليسار، كتعني بان هذه الجمله غادي تعاود جوج مرات. حسنا ويا جارتي، حسنا ويا جارتي، هذه كتعاود جوج مرات. اذا كي كنضربوا لها، عندنا التحتانيه 0 1 2 1 0 1 0. خيطوها معلقة من هنا، إذا تعاودوا هذه، ديروا بوز، عاودوها تتحفظوها. وعاد ندوزو للطرف الثاني. إذا الطرف الثاني الكمالة ديال الأغنية، حسنا ويا حبيبتي ليلى. هنايا كاين شوية ديال التبرقيم الفوق، كنجبدها بالبوس. واحد زيرو واحد، واحد الفوق، زيرو خاوية لتحت، ونسدها بالواحد. كنضرب غير لتحت بحال اللي كنغني يا حبيبي هكذا. تما دير ربع الوحدات، ممكن انت دير قل ولا اكثر على حسب انت والاحساس ديالك كيفاش كتغني هاد الاغنيه هادي. كنضرب واحد ونجبد الرجل هادي، هادي هي الجمله. ديجا لعبنا هاد الجملة قبل، اللي هي هاد الجملة كتعاود بزاف في هاد الأغنية. هنايا كنرجع لواحد، ندير في الأخير جوج ضربات بزاف. فقط الرفران، نعاودها كما الاول، نعاودها غير بشويه. سيروا معايا وانا مساوي القنبري صور هذا.
حسب كل واحد كيفاش كيلعبها. قلنا الجفران هاد الجملة اللي قلت لكم كتعاود بزاف، كتعاود حتى في الرفران، كتبزالي هنا في الوقت الفوق. تساؤلات ولا شي حاجة خليو لي كومونتير، وكنعتذروا إلا تعطلنا عليكم نظرا للظروف وهذا، وشكرا على تتبعكم، شكرا على لي كومونتير ولي لايك، وهادشي اللي نتمنى إن شاء الله.